هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفه. مذكرات التفاهم جاء في ابرزها الصناعه والتعليم العالي والنقل والطيران المدني والزراعه والصحه والعلوم الطبيه والموضوعات الماليه والاقتصاديه والطاقه وحمايه البيئه والعمران. كما شهد الرئيسان توقيع مذكره تفاهم لبناء القدرات بين وزاره التخطيط والتعاون الدولي المصريه والثقافه والسياحه التركية فضلا عن مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية كذلك وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بيانا مشتركا للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا